أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة من برنامج كلمة امرأة، حيث الكلام يعطى لنساء يروين تجاربهن بأنفسهن. نذهب في هذه الحلقة إلى بنغلاديش ونلتقي بمهن نيجار الشاهي. مهن نيجار واحدة من ملايين البنغال الذين يعانون من المجاعة والجفاف والفيضانات، ويواجهون أيضا عدوا خفيا هو الزرنيخ الذي يسمم ماء الشرب لديهم. أبشع ما في القصة أن التسمم بالزرنيخ أتى في إطار حملة نبيلة الأهداف انطلقت في الثمانينيات، كان هدفها إحضار ماء الشرب العذب إلى القرى. هكذا تبرعت جمعيات دولية وأفراد بالمال الكافي لحفر آبار لم تحضر إلى الأهالي إلا الماء الملوث بالزرنيخ والمبيدات التي تملأ التربة. الحياة في القرية هنا سهلة وبسيطة، لكن تواجهنا مشكلة واحدة، تلوث مياه الشرب بمادة الزرنيخ المسمة التي تتسرب إلى داخل مضخات المياه، ما يتسبب بظهور بقع سوداء على أيدينا. نحن لا نعرف سبب هذه المشكلة، استشرنا طبيبا ووصف لنا علاجا، لكن ذلك لم يمنع ظهور البثور على جلدنا، قلقنا كثيرا. لقد أتى بعض الناس من المدينة لمساعدتنا عبر وضع المياه في قوارير معقمة وتزويدنا بأنواع من المأكولات، محاولين حل هذه المشكلة. وحين واجهنا مشاكل بسبب تلوث المياه المنزلية توقفنا عن استعمالها وقمنا بحفر بئر، كما بنينا بركة لتجميع مياه المطر وتنقيتها. حين تجف البركة نقوم باستعمال مياه البئر، لكننا لم نتوقف عن تناول الأدوية من أجل تفادي أي تسمم. ألواح الألومنيوم تسهل تجميع مياه المطر التي تمر في قناة قمنا بحفرها. هذه القناة توصل المياه إلى بركة التجميع. نستعمل مياه البركة للشرب ولطهي المأكولات في حال عدم توفر أي مصدر آخر للمياه. لقد زرعنا الأراضي المحيطة بمنزلنا وبملعب المدرسة المجاورة، زرعناها بقصب السكر والرز والسمسم وبعدة أصناف أخرى، لكن النساء هنا لا يعملن خارج منازلهن، إنه واجب الرجال. نحن نساعدهم في حال وقوع أي مشكلة، نساهم في عملهم على طريقتنا شرط أن ينحسر ذلك ضمن عائلتنا، فالمرأة هنا لا تعمل لحساب الغرباء. كل France 24 على france24.com. موقع هو الأوضح والأغنى والأكثر تجدداً. يمكنكم الاتصال بموقعنا أينما كنتم